وعبر العالم الطبيعة تبدو أكثر قساوة. بريطانيا تشهد موجة صقيع هي الأسوأ منذ حوالي 30 سنة مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج مما ساهم في شل حركة النقل. وفي باقي مناطق القارة الأوروبية سجلت درجات حرارة متدنية. تقرير زكريا عبد المجيد. موجة من الثلوج ما تزال تجتاح عددا من دول أوروبا. ببريطانيا حركة النقل تعطلت في أغلب المحاور الرئيسة بسبب الكميات الكبيرة التي تهاطلت من الثلوج والتي سجلت أرقاما قياسية منذ حوالي 30 عاما، لتلغى أكثر من 240 رحلة جوية وتغلق الآلاف من المدارس بسبب الأحوال الجوية التي أدت كذلك إلى وفاة رجل مسن. يوما بعد يوم نحاول توفير جميع الخدمات للوافدين علينا على وجه السرعة، وذلك بإعطاء الأولوية للمتضررين من سوء الأحوال الجوية. أما في فرنسا فقد أدت سوء الأحوال الجوية إلى حدوث فوضى في الطرق والسكك الحديدية، حيث تم إلغاء أكثر من 4 رحلات بالقطار تربط فرنسا ببريطانيا إلى جانب التعامل بحركة. استغرقنا أكثر من ساعة للوصول إلى هناك نشرة إنذارية بخصوص أحوال، على الأقل كان يمكن اتخاذ بعض التدابير. ظروف السير هنا جد صعبة بسبب سوء الأحوال الجوية، اضطررنا إلى إيقاف الشاحنات على الجانب الأيسر من الطريق للسماح للسيارات الخفيفة بالمرور. هي موجة صقيع لم تشهدها القارة العجوز منذ ثمانينيات القرن الماضي، أكستها اليوم حلة بيضاء، لكن رغم ذلك هو بياض أقرب إلى الحزن منه إلى متعة المشاهدة.